مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها لتسليط الضوء على ما حدث في الجزائر وما يخص مباراه هزة بركان امام فريق اتحاد العاصمه الجزائري. ولهذا الغرض يحضر معنا في الاستوديو ابراهيم ملغوتي، مدير اكاديميه نجم الشباب. سيد ابراهيم، مرحبا بك معنا. مرحبا مرحبا. اول حاجه نشكركم على هذه الاستضافه، وبغيت كذلك هذه المناسبه نعزي رئيس نجم الشباب الرياضي البيضاوي السي عبد الحق نودير في الوفاه ديال الزوجه ديالو، ونتمنوا ليه الصبر. سيونت تعزينا السيد الرئيس، تعزينا الحاره. سي ابراهيم، انت يا قريب من شان الجزائري، انت اب ديالك مغربي والام ديالك جزائريه. الام ديالي مغربيه الازدياد، زادت في المغرب. الاصل ديالها، الاصل العميق هو الموريسكيين اندلسيين، مغربيه زادت في وجده، وأصل تيليمساني، وتيليمسان كان دائما مغربية، حتى جاو العثمانيين البيات والدايات، وجات فرنسا حتى 1830 كاع، وما كانوا تحت العرش العلوي. سيد إبراهيم، واش كنتي كتوقع هذا الشيء غادي يحدث في مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة؟ هذا اللي وقع كنت كنتوقعه، في أي مناسبة مغرب جزائر، اي رياضه، اي لقاء مرتقب ثقافي سياسي دبلوماسي رياضي، اي نوع من الرياضه واي فئه، راكم شفتوهم في الصغار الكبار، فئات اقل من 17 اقل من 15، في اي منافسه، كاس افريقيا كاس العربيه، فيها شنو بغيتي. لا، ويا الماروكان المغربي ولا المغربي تو ماروكان، بالنسبه لي ولا انسيبل، الجزائر عسكرت الرياضه، انا ميليتاريزي لو سبور. وعلاش هما كيصروا على تسييس الرياضه؟ يعني في كل مباراه من المباريات كنشوفوا شي توتر وشي احتقان بحال هكذا. لا، شوف، غير بحيث هذا الشان ما كانش متابع، كانت الصحافه مغيبه في هذه القضيه، الصحافه الرسميه، ما القنوات ما شاء الله عليهم بحالكم دابا خدامين لتنوير الراي العام، ويساهموا في هذه الحمله التحسيسيه باش ينبهوا المغربي ليس له مفر الا ان يكونوا الاقوى في المنطقه، خصو يكون لو بلي فور ماشي غير فور، لأن باش يحمي الوحدة الترابية من جميع النواحي ديالها، ثقافيا فكريا وماتيريال ماديا وعسكريا، خص المغرب يكون الأقوى في المنطقة، لأن الدولة تكن العداء للمغرب من القدم، ولا تمرر أي فرصة لتجيش من جديد ولتهيج من جديد الجزائريين. كيف شفتي معايا سي ابراهيم الغوتي، الكاف انتصر نهضة بركان وكان مصر على أن المباراة انتصر القانون، هذا ما ينص عليه القانون، ولكن رغم ذلك شفنا تعنت السلطات الجزائريه، واش نظرك انهم تحايلوا على القانون بعد ديك المساله ديال الاقمشه الجديده؟ لا، داروا خطوات بهلوانيه وصبيانيه باش انت تمس في الماركه، هذيك الماركه، هذاك الماركه، لا مارك ديال المارك اللي كاينه ديال الدحليس وديال الدحميس وديال الخريطه، هذيك راه ما كدارش فيها هكذاك، هذيك راها سيتي المارك محطوطه مسجله في الاولمبيك، اولمبيك ناسيونال اولمبيك انترناسيونال، هنا عندنا لوفيس ناسيونال ديال لا مارك دو ديبو، لا مارك اندستريال، الملكيه الفكريه والصناعيه، وكاين عالميين، ما عندك الحق تبدلها ولا تخرب فيها. وثاني حاجه، الفريق الوطني، الفريق اي فريق عنده شعار كيلعب به، وثالث حاجه دو اي طرف ثاني ما عندوش الحق يقلب المايو ديال الفريق الاخر، كما حنا ما نقربولهمش ديالهم، هما اي مناسبه راه قلت لك رياضيه خصهم غياكتيليزي، صادير لا كونتينيتي دو سو كونفلي ارجيرو ماروكان خصو يبقى حي وتزاد الشده ديالو، لانه هو المتسع لتنفس النظام الجزائري، ليس له مخرج حتى. والدليل على ان هذا الشيء اللي دار، تناسى الشعب الجزائري ان هناك تم الاعلان على دوله القبائل في نيويورك، تم الاعلان هنا باش الصحافه ما جبدوا ولو كلمه على دوله القبائل. ولكن احنا دابا ما بقيناش في الرياضه، راه هادشي وتحول للسياسه. لا، شوف، بالنسبه للجزائر اي حاجه مع المغرب هي عسكريه، حتى وان تعلق الامر بتظاهرات رياضيه، او ثقافيه او طبخيه او اللي بغيتي، كله عسكري. شتي اي واحد، اي جزائري يواجه المغرب ثقافيا حتى في الدين، حتى في هما مجندين الائمه ومجندين الممثلين ومجندين الرياضيين ومجندين الصحفيين،
كل الجزائريين مجندين لمواجهة المغرب والاستمرار في تدجين الجزائريين، لأن الجزائري أنت كمغربية وكنت صمتي الصحافة ديال الجزائر يوم واحد ساعة واحدة، لأن هما عندهم واحد لغموني واحد تناسق بعضياتهم، يتفقون على موضوع واحد وعلى طريقة واحدة لشحن الجزائري. انت كمغربيه وتصمتي لهم ساعه تقولي واقيلا بصح، لا حنا عندنا قناتنا سي ابراهيم. لا كاين اللي ما كاين اللي انت اجور، كاين المغربي ني با اجور، كاين المغربي ما عارف، لان حنا عندنا واحد القضيه اللي هي نقص كبير، ان المغاربه هي ما عرفتش بوزيتيف ولا نيجاتيف، ما قراوش المدارس العدوانيه ديال الجزائر على المغرب، ما قراوش الطرد ديال المغاربه في 63، حتى الاعلام ما كيعرفهاش. حرب الرمال ادت الى طرد 68 ألف مغربي في 63، وب 75 طرد 350 ألف مغربي، مع سرقة وحل جميع ممتلكاتهم، حتى من الدب تعيد لهم من هنا، وعاد خلي المحل يدوزوها من اغتصابات واعتداءات وطوغتيغ وكذا. نرجعوا للرياضة سيدي. الرياضة، ولكن راه مادام هما الرياضة مجندينها عسكريا نفضحوا لهم الأمور ديالهم. نقدروا نقولوا أن اللي وقع سابقة في تاريخ التنافس الكروي، هناك يا دي زونتيسيدون، هناك سوابق، ولكن باش ان مباراه ما تجراش، وهنا راه كانوا لي كريتير دو ديتيكسيون كي با يافوار سيت رونكونتر كانوا قدام سابقين، هما ديجا انه قال لك حنا با اكسبتي، ما غاديش نقبلوا ان البركان تلعب هذيك الخريطه، والجزائر اش دخلها؟ ياك الجيري كتقول لك انا لست طرف في القضيه، وما شكون دخلها في هذه القضيه ديال الخريطه؟ نديروا خريطه حنا ديال ما درناك، ما دخلناش للسياده الجزائريه، ما درناش الخريطه الحقيقيه ديال الحدود الحقه، تندوف العباد لا الصاورة بني والنيف قناتسة وبشار، ما درناهاش، ما درناش مدينه تيليمسان وغزوات ومضرومه ونمور ومرصى بالمهيدي وداك الشيء اللي خداوه لينا، ما درناش المعالم التاريخيه اللي خلينا في تلمسان، احنا درنا الصحراء ديالنا، وماشي صحراء هذيك الاقاليم الجنوبيه المغربيه الساحليه على الاتلانتيك، على نقدروا نقولوا ان السلطات الجزائريه كانت تسيس الرياضه، كان هدف ذات سياسه، ماشي تسيس الجزائر، تعسكر الرياضه. الجزائر هي عسكريه وما عندها السياسه، السياسه ليس بهذه الطريقه، السياسه فيها المرونه وفيها السلطه التقديريه وفيها الاساليب وعندها بروتوكول ديالها، سي با دو لا بوليتيك. الجيري الميليتاريز لو سبور، الميليتاريز لو بيبليك، الميليتاريز لي سيتويان. واخا سي ابراهيم اليوم نقدروا يعني مستقبلا الى تلاقينا مع هذا الخصم الجزائري نطالبوا بملاعب محايده باش ما نطيحوش بحال ضروري خاص الهيئات اللي تشرف على التنظيم وكذلك السلطات العليا في الميدان، وكذلك خصنا بعدا اول حاجه نقدموا دعوه، هذا الشيء ما خصوش يمر مرور الكرام، لان تم الاعتداء وحج وحج الامتعه اللي هي من حقه يلبس اللبس ديالو. راه الكاف راه قال بان سيتم عرض الامر على الجهات المختصه، وخص دعوه بعدا، دعوه من غير الكاف، دعوه مدنيه، خصهم دعوه، خصهم، لان الشيء اللي داروه راه جنايه في حق ديالهم، خلي عدم احترام مقتضيات الكاف، راه تعدوا عليك تيار سيري تيار مسافر وهزوا لك الباكاج ديالك بلا رياضه، وداو لك تنبغيو نعطيوه لك، بغيتي باش البيجاما، بغيتي شي حاجه ما عندكش، ماشي اعتداء هذا. سيد ابراهيمي واش نتوقع عقوبه ثقيله على الفريق الجزائري؟ وهذا كل الامر يتعلق بالمغرب، خصو المغرب يقدم الدعوه ديالو ويتابع القضيه في المحاكم المختصه. الى المغرب تهاون او تناسى او حاول ان يرضي او حاول ان يبان بصوره انه متفاهم ومتعايش، فهذا انا اصلا لا اقبله، خصهم ياخذوا ما يستحقونه من العقوبه، لان غادي يعاودوها ويعاودوها، لكن داروها لنا في الكاس العربيه ديال الفرق اللي حرقوا لنا الاعلام ودار ما خلوهم حتى ان هدف سجلوه علينا دوزوه لهم في الامتحان ديال البكالوريا، وهذا مستوى راه ماشي، حنا ما كنخدمش في الاتجاه، العاب واحد المتوسط احتاجوا الصحفيين خلوهم يدخلوا، النشيد الوطني بطروه، نقص الله الوطن الملك ما بغاوش يسمعوها، العالم المغربي ما طلعوش، عاد الشعارات العنصريه ضد الاطفال ضد اقل من 17 سنه، هناك سوابق خطيره جدا، والمغرب لم يقدم دعوه، وهذا الشيء ما خصوش يبقى هكذا، خص محامين مختصين في القضايا الدوليه وكذا يقدموا دعوه ويولينوا هذا النظام على وجهه الحقيقي. سي ابراهيم الغوتي كنشكرك على الحضور ديالك معنا وعلى تلبيه الدعوه. مرحبا. شكرا لك. مرحبا. مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه الحلقه، الى اللقاء في موعد جديد.
you.